تعرف بلدة بانكو في مقاطعة خوبي بأنها عاصمة قطاع غيار الآلات الزراعية في الصين. تمتد سوقها على مساحة 40 هكتار وتضم أكثر من 2000 متجر بيع ثابت، وتباع منتوجاتها ليس فقط في أنحاء الصين بل أيضا إلى أكثر من 20 دولة ومنطقة على طول الحزام والطريق. مرحبا، نذهب اليوم إلى بلدة بانكو بمقاطعة خوبي والتي تعتبر باسم موطن قطاع غيار للآلات الزراعية في الصين. وهذا سيد وان، نذهب معه إلى شركته معا. 王总，就是咱们这个公司成立大概多长时间了呀？咱们这个公司成立到今年将近30年了。这30年里，您觉得庞口镇最大的变化是什么？最大的变化就是我们父辈那一辈，他们从摆地摊开始，然后到现在，形成这个新市场，基本上当地的每家每户都有这个门市啊，都有自己的库房。 然后从传统的这个国内贸易也逐渐向这个外贸发展，我们的收入也越来越高，生活越来越好，这是我们最直观的感受。 يدير متجر وان شاوخوي قطاع غيار حصادات الذرة والقمح، والنموذج التجاري مشابه لمتاجر السيارات 4S، حيث يمكن الحصول على جميع قطاع الغيار الخاصة بأي نوع معين من الآلات في مكان واحد.这边是咱们的库房，然后这些产品就是我阿尔及利亚客户的，他自己的一个品牌，委托咱们公司给他代加工生产的。然后像这边，这边就是我有叙利亚客户的，他们的一些品牌，因为现在做这个配件嘛，都是有品牌的，然后我们主要是给他们代加工。 然后客户大多数都会有自己的品牌来做。好的，除了这些国外的，咱们庞口镇自己的产品，对，这些就是很有代表性的。然后这些链轮，然后都是咱们庞口这边自己生产的，从加工生产到成型，对，都是就是庞口周边这些这16个加工村，他们都有这种加工能力。然后从毛坯开始到成品。 بعد 10 سنين من التراكم والخبرة، أصبح متجر وان شاو خوي شركة تجارية شاملة تضم الإنتاج والمبيعات حالياً. تبلغ مساحة مستودعات الشركة حوالي 7000 متر مربع، ويعمل بها أكثر من 20 موظفاً، ولديها أكثر من 100 مصنع شريك، وبلغ حجم مبيعاتها السنوي 30 مليون يوان صيني. منتجاتها تباع في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل الجزائر وسوريا والمغرب والسودان والعراق. 一般就是客户跟咱们沟通好，然后下单，客户会发一些照片啊，或者是那些 OE 码给咱们。对，就是说他发过这个这些产品照片发过来之后，然后咱们就会给他报价。然后像这个产品，就是说咱们庞口市场完全可以自己做了。 就在咱们这边生产就行了，给他。 مع التطور عمل الشركة، بدأ العملاء الأجانب يتوافدون من الخارج، مما حولهم من أصدقاء عبر الإنترنت إلى شركاء فعليين. 74. الآن يختار المزيد من الشركات في بانكو لقطاع غيار الآلات الزراعية والسيارات تطوير علاماتها التجارية الخاصة ودخول الأسواق الخارجية. 这些这个品牌都是我们自有的品牌，现在做在西非做的非常好，好多客户都是根据这个品牌找到我们，直接想就是谈合作。 咱们老客户的话，联系最长时间的合作大概有？大概89年吧。89年。对。他每年能给你们带来的销量差不多？1000多万人民币。1000多万人民币。对。目前，我们的市场共有经营门店2000余个，各类汽车农机零配件达到2.8万个品种，国内外600多家农机知名企业入驻庞口市场，年交易额已经突破300亿元。 市场目前有外贸出口企业25家。
产品销往欧洲、美洲、非洲、东南亚、南亚等20多个国家和地区，外贸年出口额超过30亿元。من البراغ التي لا يتعدى وزنها غراما واحدا إلى المحاور الخلفية للجرارات التي تزن طنين، يمكن في بانكو شراء المنتجات محليا وبيعها عالميا. تشكل مبيعات قطاع الغيار في بانكو 40% حتى 50% من السوق الصينية، مما يعزز من قوتها الشاملة في السوق الزراعية الصينية.比发到利马在亚哈的主格拉菲亚欧西纳而言，本来的布鲁代彭孔尼造曼西纳而言阿里亚州的，马塔兹斯泰的比格埃黑萨莫陶利克，在泰泰沃杰后还得西纳阿菲彭孔伊拉苏格奥塞尔。